السلام عليكم. المحاضرة الثانية من محاضرات السكن باثولوجي بعنوان ابيثيال سكن تيومر. طبعا جزء من هذه المحاضرة انتم اخذتوه بالمرحلة السابقة بالماسكولوسكليتال سيستم. اليوم هحكي لكم على ابيثيال سكن تيومر mainly the malignant one, pre-malignant اللي هو actinic keratosis, والmalignant اللي هو سكواما سيل كارسينوما. العام اخذت في سكواما سيل كارسينوما. هحكيكم أيضا بالجزء الثاني من هذه المحاضرة على البيزل سيل كارسينوما. أكتينيك كيراتوزيس. أكتينيك معناها sun or related to sun. كيراتوزيس anything present with hyper proliferation of keratin, يعني الهايبر كيراتوزيس أو الباراكيراتوزيس. فكلمة أكتينيك كيراتوزيس تعني the hyper keratosis related to the sun damage. Actinic keratosis هو common skin lesion معروف لدى أطباء جلدية. هو pre-malignant lesion. كلمة pre-malignant يعني هو lesion by itself not malignant، لكن إذا يترك ممكن يتحول إلى malignant lesion. يعني الأكتينيك keratosis هو precursor to a malignancy اللي هو squamous cell carcinoma. إذا البيشنت يعني إذا المريض عنده أكتينيك keratosis، وشلون يعرف الطبيب هذا البيشنت عنده اكتينيك كيراتوزيس؟ لازم طبعا هو المريض present first with the skin lesion اللي هو يكون راش، طفح جلدي على شكل patch او black، sorry patch او macule، يعني فد flat lesion هسه نشوفها بالصورة. فيشيل الطبيب الجلدية ويدزه المختبر للهيستوباثولوجي، فبالبايبسي نشوف علامات الاكتينيك كيراتوزيس فنشخص الاكتينيك كيراتوزيس. ننطي التقرير مال العينة اللي هو مال الطفح الجلدي للمريض او للطبيب. فالطبيب يقرأ اكتينيك كيراتوزيس يقول له للمريض اوكي الامور ماشية، لكن ممكن تجيني بعد فترة حتى اتابعك. الاكتينيك كيراتوزيس هنا دز الطبيب دز المريض للبيت لانه هو مو مالجنت ليجن، لكن يحتاج فولو اب. واي to screen or to follow up the patient for another lesion. أخاف يطلع له في مكان ثاني أو في نفس المكان another actinic keratosis. لأن هذا إذا يترك الأكتينيك كيراتوزيس ممكن يتحول إلى سكواموس سيل كارسينوما. فهاي كل القصة. الأكتينيك كيراتوزيس عادة affect elderly، يعني كبار بالعمر، خصوصا هذول اللي يشتغلون بالشمس، يقضون ساعات طويلة بالشمس، يعني العمل مالتهم أو هم يتشمسون هواية. هذول على الشواطئ مثلا مثل استراليا وغيرها. affect usually sun exposed area، يعني الفيس، الارم، الليج، الابر تشيست. الاوتكم يعني البروجنوزز هو pre malignant lesion، فهو عادة يعني if removed by surgery يعني إذا انشال ما يصير شيء، يعني excellent prognosis لأنه ما ينتشر لأنه هو pre-malignant. لكن إذا يترك معظم الحالات ممكن يصير بيها نوع من resolution، يعني تختفي أو تبقى stable، لكن أكو ريسك أنه progress to squamous cell carcinoma، وهذا ريسك يتراوح تقريبا ما بين 0.1 إلى 2.6%، يعني خلينا نقول ما يقارب 2% أو 2.5% من المرضى ممكن يتحولون إلى سكوما ساكارسوما، ولكن عادة الأطباء يشيلون هذا الليجن، أطباء جلدية. أكتينيك كيراتوزيس ماكروسكوبيكالي، جدا بالجلدية أكو تيرمز نستعملها، هو يكون عادة فلات ليجن، فإما ماكيول أو باتش. بما انه هذا اكبر من 5 ملم فباتش. لاحظوا هذا الليجن الطفح الجلدي على وجه المريضه لانه سن اكسبوزد اريا، ومثل ما تشوفون هاي التجاعيد تدل ان هاي المريضه كبيره بالعمر. مثل ما قلت لكم سويت افكت الدولي سن اكسبوزد سايت اللي هو الفيس، وهنا تشيك. الليجن يكون عاده ارثيميتاس، يكون ساند بيبر رف، يعني مثل خشن، خشن الملمس مثل ورق الزجاج. ارثيميتاس
ماكيول أو باتش لأنه فلات ليجن ما بي إليفيشن. هذا يشيله طبيب الجلدية ويدز، هاي يدز جزء من النسيج المختبر، ثم يقول له اكتينك كيراتوزيس لازم يشيله كله، وإذا شاله كله انتهى الموضوع، بس يبقى يتابع المريضة. مايكروسكوبيكالي نبدي تشينجز من فوق. أولا باراكيراتوزيس، شنو باراكيراتوزيس؟ يعني retention of the nuclei، هاي النقاط أو مو نقاط آسف، هاي النواياة. Retention of the nuclei in the stratum corneum. Normal stratum corneum without the nuclei. فهذا هو الباراكيراتوزيس. Basal cell atypia. شنو basal cell atypia؟ تعرفونها عندنا stratum basale وspinosum وgranulosum وcorneum. هنا الاتيبيا not involve the full thickness but involve the basal layer أو the basal one half، خلينا نقول one half. فهنا هاي يعني هاي atypical cell atypical cell atypical cell، لكن هاي الخلايا الفوق لا طبيعية. Small size nuclei, round, regular. لكن هاي مثلا large nuclei, irregular nuclear membrane. فهنا اكو اتيبيا وهنا لا. التشينج الثالث نلاحظه هنا. Normally قلنا الديرمس بكولاجين، والكولاجين لونه pinkish، لكن هاي المنطقة كلها عبارة عن grayish رمادية. هاي المنطقة نسميها solar elastosis. Solar elastosis. Solar معناه sun. Elastosis من elastic fiber أو degenerated collagen fiber replaced by degenerated elastic fiber. هذا السولار elastosis، هذا السولار elastosis سبب الصن دامج. يعني هذا الليجن كله شنو سببه؟ يعني ليش صار هيك بالجلد؟ continuous sun damage. الصن دامج بها إشعاع اللي هو اليو في لايت. اليو في لايت هو physical carcinogen. هذا الكارسنوجين حيسوي دي ان اي دامج. وين يسوي دي ان اي دامج؟ بالكيراتينوسايت، اكثر شيء بالبيزل لاير، فيصير ميوتيشن. وين الميوتيشن؟ بالبي 53. ميوتيشن بالبي 53، بيبدي بي 53 يفقد وظيفته، فيصير ان كنترول بروليفريشن، ان كنترول بروليفريشن واتيبيا. ايضا الصن دامج ما يكتفي بالاتيبيا بالبيزل لاير، وانما يدمر، يعني الاشعاع يدمر كولاجين بالدرمس، فالجسم يعني او الكولاجين degenerated and replaced by degenerated elastic fiber، لان الالاستيك فايبر هم يتحمل الاشعاع، الاشعاع مال يو في لايت، فيصير degenerated، فيصير على شكل homogeneous blue gray material، homogeneous متجانسة. فهذا التشينجز بالسكن كلها سببها الصن لايت causing او inducing DNA damage. فاحنا تحت المجال نشوف هاي العلامات، ننطي تشخيص للمريض اكتينيك كيروتوزيس. لحد الآن الأمور أوكي because it's a pre-malignant lesion، ما عنده القابلية على انتشار لأنه هو مو malignant. squamous cell carcinoma الموضوع الثاني اللي هو related to the actinic keratosis. قلنا الـ actinic keratosis إذا يتحول إلى malignancy يتحول إلى squamous cell carcinoma. squamous cell carcinoma هو common skin malignancy بس هو most common. The most common skin malignancy هو البيزل سيل كارسينوما اللي حناخذه بالجزء الثاني من هالمحاضرة. السكوما سيل كارسينوما عادة هو the second most common malignancy after PCC. أيضا affect elderly، أيضا affect sun exposed area، أيضا related to the DNA damage caused by sunlight. فلذلك أهم risk factor هو sun damage. Other risk factor rare xeroderma pigmentosum، عام أخذوها بالموديول من النيوتريشن بالنيوبليجي، هو autosomal recessive inherited disease. The patient inherit a mutation in the DNA repair gene. في البيشنت يكون معرض لل CNA skin malignancy skin cancer اللي من ضمنها سكوامس. immune suppression اللي هو قلة المناعة، وانا عادة نلاحظها بهذول المرضى اللي اهل زرع الكلى او زرع الكبد، ان هذول ياخذون ادوية مثبطة للمناعة فتقل مناعتهم. ف predispose to the squamous cell carcinoma. Others يعني أسباب أخرى اللي هي مثلا الراديشن، ionizing radiation الإشعاع الصناعي، بعض المواد الكيميائية مثل التارز الأويلز، أيضا البرن سكار يعني الجلد المحروق إذا ظل فترة طويلة لاحظوا أنه هذا الجلد المشوه ممكن بعد فترة 20 إلى 30 سنة ممكن يتحول إلى سكوموس كارسينوما البرن سكار. كذلك الكرونيك ألسرز التقرحات المزمنة لأسباب أخرى
أسباب جلدية ممكن تتحول إلى سكوم ساكرسنوما. الـ outcome على الـ prognosis، لأنه سكوم ساكرسنوما malignancy فهو طبعا aggressive، لكن لأنه يظهر بالجلد فالمريض ينتبه عليه، ومن ينتبه عليه يروح لابد جلدية فيشيله، يشيل الليجن. فإذا شاله بالبداية، إذا شال السكوموس كارسنوما في بداية المرض يكون عادة البروجنوزيس جود، فيري جود. لكن إذا تأخر المريض أو أهمل نفسه، أو الجراح مثلا الطبيب الجلدية، بعض أطباء الجلدية يستعملون الليزر بسبب وبدون سبب، فما يدز يعني يحرق الليجن، يحرق الليجن بدون ما يدز للزرع، ويقول له المريض روح للبيت. والمريض أصلا هذا سكن ليجن كان سكوموس كارسنوما، بس أبو الجلدية حرقه يعني بالليزر. فبعد التشخيص المريض ما يصير عنده تشخيص، فيرجع للبيت عبالة انتهى الليجن، راح احترق. يرجع بعد فترة متاستازز، يعني منتشر المرض. ليش؟ لأن من البداية ما كان اكو تشخيص صحيح. لو اكو تشخيص صحيح سكوموس كارسنوما كان المريض يستلم علاج صحيح، يتابع الطبيب جلدية أو يتابع طبيب الأورام. ممكن حتى بعض السكوموس كارسنوما بالجلد حتى ما يشيلوها يدزوها للإشعاع، ياخذ راديو ثيرابي. على سكوموس كارسنوما if it treated early it has good prognosis، otherwise it could metastasize. Why? Because it's malignant. طبعا هي مراحل. المرحلة الأولى كانت actinic keratosis اللي حكينا عليها قبل شوية. قبل الاكتينيك كيراتوزز ما يصير سكوموس كارسنوما يمر مرحلة الانسايتو. كلمة انسايتو يعني the tumor cell still confined to its site. هنا نلاحظ نبدي بالمايكروسكوبيكالي بالبداية سكوموس كارسنوما انسايتو شكلها red scaly black، red scaly black يعني شوية black يعني elevated more elevated than the patch of the actinic keratosis. Scaly, scaly because of the parakeratosis اللي نشوفه بالمايكروسكوب. فهنا طبعا microscopically أول علامة parakeratosis. نجي جوا نلاحظ أنه الأتيبيا وين واصلة؟ involve the full thickness. كان الأكتينيك كيراتوزيس الأتيبيا بس بالبيزل لاير، لكن هنا الأتيبيا هاي typical cell، هاي typical cell، كل هاي هنا مايتوزيس. فكل طبقات الابيديرمس من الستراتم بيزال الى الستراتم جرانيلوزم انفولف باي اتيبيا. فول ثيكنس اتيبيا يسموها سكواموس كارسنوما انسايتو، سكواموس كارسنوما انسايتو مرحله متقدمه عن الاكتينيك كيراتوزيس. اذا تبدا الاتيبيا بالبيزل لاير فنسميها اكتينيك كيراتوزيس. الاتيبيا انفولف ذا فول ثيكنس نسميها سكواموس كارسنوما انسايتو، انسايتو اف انفولف ذا فول ثيكنس. مثل ما تلاحظون هذا الهوموجينوس بلو جراي ماتيريال هذا السولار الاستوزيس، سولار الاستوزيس. فاذا باراكيراتوزيس فول ثيكنس اتيبيا سولار الاستوزيس. هنا طبعا هم عندنا دي ان اي دامج، هم عندنا بي 53 ميوتيشن، بس هنا الدي ان اي دامج يعني او السن لايت كوزنج دي ان اي دامج، هنا فتره اطول، فتره اطول، فيتحول من اكتينيك كيراتوزيس الى هذا سيكوموس كارسنوما سايتو. مثل ما قلنا الاتيبيا بدأت بيزلي بعدين انتقلت للفول ثيكنس، فول ثيكنس اتيبيا. زين ليش انسايتو؟ يعني شلون عرفنا هي انسايتو؟ لانه هاي التيومر سيل باقي بمكانها. هاي التيومر سيل من تسوي انفيجن يعني تبدي تكسر البيزمنت ممبرين اللي هو كولاجين تايب 4، من تبدي تكسره وتنقل للديرمس يعني للديرمس لطبقة الأدمة، هنا يسمون الليجن انفيزف سكواموس كارسنوما. فاذا فرق السكواموس كارسنوما انسايتو عن الانفيزف سكواموس كارسنوما انه بالانسايتو المالجنن سيل كونفايند تو ابيدرمس، بينما بالانفيزف لا انفيد ذا درمس. فبس تشوفون تيومر سيل واصله بالدرمس، بالدرمس سوبرفيشال او ديب درمس، معناها انتم حتشخصون انفيزف سكواموس كارسنوما، انفيزف سكواموس كارسنوما. ياهو الاخطر طبعا الانفيزف سكواموس كارسنوما، لان تيومر سيل وانس ات انفيد ذا درمس ات كود ريتش ذا بلاد فيزل اند متاستازايز. هذا الليجن سكواموس كارسنوما انسايتو اذا شال الجراح عاده جود بروجنوزس. ليش؟
لأنه يشيل التيومر كله، وماكو انفيجن للدرمس، والخلايا ما توصل للبلد فيزل، فماكو ميتاستازيس، فالأمور أوكي. فمجرد الجراح يشيل السكن ليجن في مرحلة الاكتينيك كيراتوزيس أو الانسايتو، الأمور أوكي. لكن ما يتحول انفيزف سكوما سيل كارسنوما، لا، لازم يحتاج اديشنال ثيرابي. سكوما سيل كارسنوما جروسلي تبين على شكل ulcerated نوديول، يعني نوديول مثل ما قلنا elevated skin lesion more than 5 mm نوديول ulceration، أحيانا تجي على شكل يعني large area black، بس منطقة منها elevation elevated نوديول elevated nodule، وهي المنطقة كلها هاي ممكن تقدرون تفسروها انه كانت سيكوما سيل كارسينوما ان سايتو، وهنا كبر الليجن فتحول الى انفيزف سيكوما سيل كارسينوما. مايكروسكوبيكالي سيكوما سيل كارسينوما، سيكوما سيل كارسينوما تلاحظون هنا الابيدرمس اتيبيا، والتيومر سيل بدأت تنقل وين للدرمس، هذا هنا يسموه، ها هنا الابيدرمس وهنا الدرمس. The derms involved by malignant squamous cell. فهنا نسميه invasive squamous cell carcinoma. Invasive squamous cell carcinoma. طبعا squamous cell carcinoma and invasive squamous cell carcinoma be three grades of differentiation. ثلاث مراحل للتمايز. The well differentiated, the moderately differentiated, and the poorly differentiated. هاي اعتمادا على شنو هذا التقسيم؟ اعتمادا على the production of keratin. The production of keratin. كل ما يكون الكيراتين هواية كل ما نسميه well differentiated. الكيراتين طبعا اللي هي البروتينات اللي normally produced by keratinocyte، لكن هاي المالignant keratinocyte تفرز الكيراتين، بس هي malignant بس تفرز كيراتين، فبعدها well differentiated. هاي malignant tumor cell تلاحظون النويات تفرز مادة الكيراتين، produce keratin، كيراتين، ها كلها كيراتين، فهذا well differentiated. من تقل كمية الكيراتين تتحول من well differentiated إلى moderately differentiated. هنا السيتوبلازم بقليل كيراتين بس ما مو بهاي الكمية، فهذا moderately differentiated. moderately differentiated. لاحظوا هنا الميتوزس 1 2 3 4 5 6 7 8 كلها ميتوزس، 9 هاي mitosis indicate it's rapidly proliferating tumor لأنه malignant. إذا well differentiated لأن بي كيراتين هواية large amount of keratin، moderately differentiated. ال poorly differentiated دي تلاحظون بس النيوكلياس وقليل سيتوبلازم، هاي نيوكلياس سيتوبلازم scant، نيوكلياس سيتوبلازم scant، كذلك هاي كذلك هاي، هنا أصلا ماكو كيراتين فيسموه poorly differentiated squamous cell carcinoma. Well differentiated, moderately differentiated, poorly differentiated according to the amount of keratin. زين شنو فائدة هذا التقسيم؟ ال poorly differentiated squamous cell carcinoma behave aggressively. شنو behave aggressively؟ يعني it has worse prognosis. أسوأ نوع. يعني well differentiated good prognosis، ال poorly differentiated poor prognosis. مو بس هذا العامل اللي يأثر على squamous cell carcinoma. أول عامل the depth of the invasion. كل ما كان السكوموس كارسينوما involved deep كل ما كان البروغنوزز ورس، يعني كل ما كان فايت جوا واصل للسبكوتينس تشو كان الامور سيئه، يعني ورس بروغنوزز. اوكي، كل ما كان السكوموس كارسينوما كبير يعني مايكروسكوبيكالي لارج سايز، يعني مثلا تيومر حجمه 3 سي ام مو مثل تيومر حجمه 10 سي ام، طبعا ذاك لارج سايز ورس بروغنوزز. فاذا السايز الدبث اوف ذا انفيجن الجريت هاي كلاس 3 فاكتورز كلش مهمه بالبروجنوزز مال سكوما سيل كارسينوما. اعيدها، السايز اوف ذا ليجن الحجم، الدبث اوف ذا انفيجن، الدبث اوف ذا انفيجن، والجريت والجريت. اوكي، انتهى الجزء الاول. الجزء الثاني حنحكي على البيزا سيل كارسينوما. شكرا جزيلا.